كلفتني إحدى الحاجات من خارج المملكة بذبح فدي عنها في مكة وتوزيعها على الفقراء، وذلك لعدم مبيتها في منى أيام التشريق. واليوم ذهبت إلى الحراج وذبحت لها خروفا، ولكن بعد أن ذبحته أو ذبحه الجزار أمام عيني قائلا بسم الله الله أكبر، وأنا قلت اللهم هذه فدية أداء للأمانة التي كلفت بها. وبعد توزيع اللحم في أكياس للذهاب به إلى الفقراء حدث الآتي: أن تهافت علي مجموعة من الوافدين وأخذوا اللحم وزعموا أنهم يقيمون في مكة، ولكن بعض الناس قالوا لي أن هؤلاء لا يحافظون على الصلاة، فما الحكم؟ وبقي 4 أكياس في الكرتون أحضرتها وأعطيتها بعض التي يتسولن حول الحرم، هل برئت ذمتي؟ نعم، هو الهدي الذي عن ترك واجب هدي الجبران هو لمساكين الحرم أو الطارئين عليه الوافدين إليه من الفقراء، كل من كان فقيرا وهو في الحرم سواء كان ساكنا في مكة أو كان آتيا إليها من بعيد، كلهم يستحقون لحم الهدي. وما داموا أخذوه وهم يظهر عليهم الفقر والحاجة، هذا يكفي إن شاء الله.